السلام عليكم وأهلا بكم إلى اليوم الثاني من منتدى الجزيرة الثالث، والذي يلتئم تحت شعار الإعلام والشرق الأوسط ما وراء العناوين. The second day of our forum will be dedicated to the future. سوف يركز على المستقبل من حيث الشكل والمضمون. الصحفي المواطن مقابل السلطة والقوة، ما هي أدوار المستقبل؟ لكن جلستنا الصباحية سوف تبدأ بإلقاء نظرة على أنفسنا وعلى البيئة المحيطة بنا. لورنس ليسيك، أستاذ القانون في جامعة ستانفورد كلية القانون ومؤسس سنتر فور ذا انترنت، هو متحدثنا الرئيسي، فالرجاء الترحيب به. So I want to tell you a story. إذن أريد أن أبدأ بأن أحكي لكم حكاية ثم أصف تعريفا، كل ذلك في طريقي إلى أن نصل إلى تعريف لماذا الصحفي المواطن مهم، لنحدد كيف نتعامل مع هذه المواضيع على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية. أحد عظماء الأمريكيين هو هذا الرجل فريدريك دوغلاس، والذي ولد في الرق والعبودية ثم تحرر منها وساعد على تحرير أمتنا من الرق. دوغلاس كتب عن حياته وفي تعليقه عن كتابه الذي حول تحولا جذريا الجدل حول مسألة الرق والعبودية في الولايات المتحدة. لكن في خضم هذا الكتاب هناك قصة يرويها عن القوة والكيفية التي تغير بها القوة مثل ومعتقدات الذين يمتلكونها، ويحدثنا عن امرأة كانت تملك أيام العبودية وكيف أثرت فيها العبودية. قال إن العبودية أثبتت أنها ضارة بها كما كانت ضارة بي، وعندما ذهبت لهناك كانت سيدة تقية ورعة دافئة المشاريع، مشاعر لم يكن لديها معاناة ولم تذرف دمعة، وكانت تعطي الطعام واللباس للفقراء والمحتاجين كلما استطاعت. لكن الرق أثبت قدرته على حرمانها وتجريدها من هذه الصفات السماوية الطيبة. قلبها الدافئ أصبح باردا صلبا كصلابة الحجارة، ورحمتها أصبحت شراسة مثل شراسة الذئاب الجائعة. هكذا تتغير المثل. ومعناه دوغلاس بأن مثلك قد تتغير بامتلاك القوة التي أعطتها مؤسسة العبودية لهذه المرأة، هذه القوة التي غيرتها بتغيير مثلها. هذه القصة. أما التعريف، سمعتم تعريفات من قبل حول ما هو توصيف للإنترنت وكيف تغير، والتعريف بدأ في مؤتمر في أورايلي قبل مدة كان يبحث في مراحل مختلفة من الإنترنت، التناقض بين الطريقة التي دبل كليك جاذر دفنيو وجوجل وغيرها جمعت مواردها. لكن المهم في هذه القضية الويب 2.0 هو القدرة على تمكيننا وتمكين قدراتنا لنبني على قدرات الآخرين، ومن ثم نتقاسمها بشكل قليل الكلفة وعلى مستوى عالمي، أي أنه بمثابة منصة أو منبر يمكننا من امتلاك قدرات القراءة والكتابة، ريد رايت في حسب لغة الكمبيوتر
المفتاح هنا هو أن ندرك كيف أن هذه الصورة المعمارية لهذا الحدث وهذا هذه التكنولوجيا تغير القوة وتمكن هذه القوة من أن تنتشر على نطاق أوسع وعلى مساواة أكثر لتنزع عنها صفتها المركزية، وهذا يعني أن السيطرة تضعف. السيطرة على الكيانات التي كانت تملك القوة من قبل تضعف، وهذا هو في جوهر التغير التاريخي. الولايات المتحدة من 1870 إلى ويب 1.0 الديناميكية كانت من قبل أن كلما كبر الشيء كلما كان أفضل، كلما أتاح قدرة على سيطرة السوق. لكن بعد ويب 2.0 تغيرت هذه الديناميكية ونزعت عن القوة صفتها المركزية. هذا هو التعريف. أما عن الحجة التي سأطرحها فهي كالآتي: عندما يتمعن كثيرون في وضع الولايات المتحدة بلدي الذي ينتمي إليه، نبدأ بالتفكير بولادة هذه الأمة باعتبار الولادة أحيطت بجملة من المثل مثل حرية التعبير، السبل الديمقراطية في التداول، وبعد أعمال مثل فريدريك دوغلاس وغيره تحقيق المثل الأعلى وهو المساواة. القوة في هذا التاريخ جعلت من هذه الأمة أمة مختلفة. القرن العشرين ركز على أهمية فرض نوع من السيطرة مختلف عن المثل التي كانت سائدة في السابق، السيطرة التي تركز على القوة وسيطرت على الأقل بشكل غير مباشر على الكيفية التي نشرت فيها بعض القيم، ولكن نشرت على مساواة درجة مساواة أقل. القوة هنا وليس المثل جعلت الأمور تحقق نجاحها. هذا التاريخ كان له حالة انفصال في 40 عاما الماضية، وما يبعث على السخرية وأن شيئا مثل ويب 2.0 هو في صميم هذا التغير. وعندما حدث هذا التغير اضطرت الأمة إلى الاختيار. الناس الذين هم داخل هيكلية القوة اختاروا أو اضطروا إلى الاختيار ما بين المثل الأصيلة والأولى لهذه الأمة، وكثير منهم شعروا باستلهام لهذه المثل، وبعضهم أراد تطبيقها لكنهم لم يعودوا موقنين هل إن هذه المثل يجب أن تحترم مرة أخرى أم لا. وسبب عدم يقينهم هذا هو بسبب فقدان السيطرة وفقدان السيطرة على أنماط من القوة، وهذه الخسارة تخلق حالة من القلق وعدم الارتياح حول الكيفية التي سيمارسون فيها دورهم، لأن الهيكلية الجديدة لا تعطيهم مثل هذه القوة. وهذا القلق ليس في سياق شبكة الإنترنت بل بسبب فقدان القوة بشكل عام. وأيضا هناك مقال كتبه توماس ريد في مطبوعة بوليسي ريفيو والتي يصف فيها كيف أن التقنيات ويب 2.0 كانت قوية لدرجة أنها غيرت ديناميكية الحرب الدائرة في العراق. فهي هذه التكنولوجيات تقلل من قدرة القوي، وهو هنا متمثل في الولايات المتحدة، لأن التكنولوجيا تعطي البديل أيضا فرصا أكبر في المقاومة، وهذه التكنولوجيا تخلق حالة من القلق، وهذا القلق يبعث إلى التساؤل: أي نموذج يمثل هذه القيم أو المثل السابقة أو الحالية يجب أن يقع عليها الاختيار؟ إذن أين هي هذه المثل وكيف كان فعاليتها؟ قبل 40 سنة عرضت هذه الدعاية في التلفزيون الأمريكي مرة واحدة، وهذا الإعلان لشركة كمبيوتر. It's time, your history.
garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Communication, of course, is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. An advertisement shown just once at the Super Bowl. هذا الإعلان ظهر مرة واحدة فقط. ولكنه. I'm looking at how to help you and other people who are hardworking like you. And I've really been impressed by how serious people are. Because we all need to be part of the discussion. We're all going to be part of the solution. I don't want people who already agree with me. I want honest, experienced, hardworking, patriotic people who want to be part of a team, the American team. I hope you've learned a little bit more about what I'm believing and trying to do and really helped this conversation about our country get started. I hope to keep this conversation all the way to November 2008. So this was an advertisement. إذن كان هذا إعلانا وضعه شخص لم يكن له أي علاقة بالحملة الانتخابية لباراك أوباما. لكنه إعلان استفاد من هذا المثل وهذه القيمة الثقافية التي بات الإعلان السابق يمثلها ليخلق منها بيئة للمرشحي الرئاسة الديمقراطيين باعتبار أن هيلاري كلينتون تمثل المؤسسة الحاكمة وأوباما يمثل الثورة والتجديد. وقد أطلق هذا الإعلان قبل شهر على اليوتيوب وحتى ليلة أمس كان أكثر من 2.9 مليون شخص شاهدوا هذا الإعلان وقد شوهد هذا الإعلان أكثر من أي إعلان آخر في تاريخ هذه الحملات. وما هو مهم حول هذا الإعلان ليس فقط القصة التي يرويها لكن شيء أكثر عمومية حول صورة السياسة التي سنتوقعها في العام 2008. تلك القصة التي ترعب الذين يديرون الحملات الانتخابية في 2008 لأنها قصة تتحدث عن فقدان القوة والسيطرة حول من يقول بإمكان أي فرد أن ينتج إعلانا ويبثه من خلال اليوتيوب ويأخذ كل هذه الرواج والشعبية. أيضا السؤال الثاني من يريد هذا يحدث لأن لا حملة كلينتون ولا حملة أوباما أرادت هذا الإعلان إنما هو تعبير عن فقدان للسيطرة وهو فقدان السيطرة على قمة هذه الحملات وليس على مستوى القاعدة كما أن فقدان هذه القوة يفرز خطابا جديدا في سوق السياسة خطاب وكلام عندما يكون ناجحا يرتبط بارتباطا وثيقا بعقليات الناس لكنه لا يعكس استراتيجية الحملة الانتخابية. سأعطيكم ثلاثة أمثلة. المثال التالي هو خطاب من حملة 2004. Fabricated to enslave your mind. A live all-war edition of American Juniors. Shake, shake, shake your body. Shake, yes, shake your body. Push him up, push him up. But there is another sound. The sound of goodwill. Oh, I'm sorry, ladies and gentlemen. I'm far away, and
in a remote place, and we get these things secondhand. Or this one's a little simpler to make. So to answer your question, I just know how this world works. I see on the TV screens how hard it is. We're making progress. It is hard work. You know, it's hard work. It's hard work. A lot of really good people working hard, they can do the hard work. That's what distinguishes us from the enemy. And it's hard work, but it's necessary work, and that's essential. But again, I want to tell the American people, it's hard work. It is hard work. It's hard work. There was no doubt in my mind that it's necessary work. I understand how hard it is. That's my job. No doubt about it. It's tough. It's hard work, which I really want to do, but I would hope I'd never have to. Nothing wrong with that. But again, I repeat to my fellow citizens, we're making progress. We're making progress there. I reject this notion. It's ludicrous. It is hard work. It's hard work. That's the plan for victory, and that is the best way. What I said was, it's hard work, and made that very clear. And this one here is my favorite. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. So this is a little bit of the read-write politics that the internet is inspiring here, but the key here is not anything in the technique. لكن الكلمة الأساس هنا ليست التكنيك والأساليب. فمنذ أن اخترع التلفزيون استطاع الفنيون أن يقطعوا الصور بالطريقة التي رأيتموها. الأساس والمفتاح هنا ليس هو الآليات وصنع هذا المنتج. أي شخص بكمبيوتر قيمته $50 ممكن أن ينتج ويجعل الأشخاص يقولون أشياء لم يقولوها وأن يضع في أفواههم كلاما ناجحا. لكن هذا ليس التكنيك، ولكنه يغير حرية التعبير والقوة للتعبير. فبدلا من أن نبث ونذيع الديمقراطية، نقدم الديمقراطية بطريقة جديدة، ليس فقط رواية نيويورك تايمز الأحداث، بل رواية المواطن. ليس كما كان الأمر من قبل، قلة تتحدث إلى أكثرية، الآن الناس يتحدثون إلى أقرانهم. هذا تيار جديد حول الكيفية التي يتم بها التواصل والاتصال، والتي تستعيد بشكلها الخاص مثل الديمقراطية، مثل حرية التعبير في جو ديمقراطي، ويعبر عن مشاركة شعبية في نشر الرسالة من قبل الشعب نفسه بنفس قدرة الذين يسيطرون على الحملات الدعائية. وهذا يمد الثقافة ويخلق فيها نمطا جديدا. في بلدي عليك أن تتذكر أن هذه المثل يجب أن نتذكرها، المثل القديمة في العام 1906، جون فيليب سوزو أحد مؤلفي الموسيقى الأمريكان ذهب إلى الكونغرس وتحدث عن تكنولوجيا سماها الآلة الناطقة. هذا ما قاله حين ذاك، قال إن هذه المكائن الناطقة سوف تدمر الفن الموسيقي في هذا البلد. عندما كنت صبيا في ليالي الصيف، في كل ليلة تجد الأطفال يغنون الأغاني القديمة. الآن تسمع هذه المكائن الأبدية تنطلق ليل نهار. الحبال الصوتية ستنصهر وتنتهي
كما انتهت قصة الإنسان عندما جاء وتطور من القرود. وسوزا هنا يتحدث عن قيم ومثل الأطفال يتجمعون ويغنون الأغاني القديمة. هذه صورة لثقافة قراءة وكتابة يشارك فيها الناس في خلق وإعادة خلق ثقافاتهم. وهذا هو معنى آخر لمفهوم ريد رايت أو قراءة وكتابة. وقد أدركنا من خلال ذلك أن هناك قدرة للانخراط في آلية إبداع هذه من خلال ما سماه هو المكائن التي تدوم ليل نهار والتي ستدمر هذه الثقافة وتحولها من ثقافة قراءة وكتابة إلى ثقافة قراءة فقط وتدمر جوانبها الإبداعية لأنها تركز على المستهلك والمستهلك ليس مبدعا ولا خلاقا مما أضاع الملايين بهذه الطريقة. لكن إذا عدنا النظر إلى القرن العشرين أو ما نسميه العالم المتقدم لا يمكن إلا أن نستنتج بأن سوزا كان محقا فلم يحدث من قبل في التاريخ أن الثقافة تركزت وتحولت إلى مهنية واحترافية وتم التعبير عن إبداع وقدرات الفرد الخلاقة لتستبدل بتلك المكائن كما سماها. في بلدي الانتقال من ثقافة القراءة والكتابة الكمبيوترية إلى ثقافة القراءة فقط في القرن العشرين كان هناك أيضا انتقال إلى ديمقراطية القراءة فقط. الفوضى التي كانت سابقا حل محل نظام جديد وهو سياسة الكوادر حيث يسعد السياسيون بالناس المطيعين الهادئين الجالسين يستمعون باهتمام إلى الحملات الانتخابية المسيطر عليها تماما. لكن الويب 2 دمر تلك الصورة. في القرن الحادي والعشرين هو الآن يغير هذه الطريقة التي تصنع فيها الثقافة وتصنع فيها السياسة من القراءة فقط إلى القراءة والكتابة وليس فقط اليوتيوب ولكن مساهمة المدونات والمواقع الاجتماعية التي هي تقف الآن في مقدمة الصف في ثقافة القراءة والكتابة المختلفة جذريا لإعادة بناء الثقافة والسياسة والديمقراطية والمثل. وهي تستعيد بذلك قيما ومثلا قديمة. القصة التي رويتها لكم في البداية ليس كثيرون في بلدي متيقنين حتى الآن حول مدى استحقاق وقيمة هذا النوع من التعبير الكلامي سواء كان في السياسة أو في الثقافة. لكن أريد أن أقول أن هذا ينم عن تحديات وتهديدات خطيرة. التهديد الأول لهذا النوع من حرية الكلام والذي يواجه هذا النوع من حرية الكلام هو سؤال الأساس: هل هو نافع أم لا؟ هل يساعد العملية السياسية أم لا؟ لتدرك ما هي الإجابة الصحيحة. هل هي الحقيقة التي هي نتحدث؟ هل هي الحقيقة نقولها بوجه القوة وهي إحدى مواضيع جلستنا الصباحية؟ هذا السؤال وضع في كتاب كتبه البروفيسور كابستين الذي اسمه الجمهورية.com في نسخته الثانية وهو أكثر تنقيحا وبحثا وعمقا في هذا السؤال: هل أن الإعلام الجديد وهذا النوع الجديد من الاتصالات أنتج شيئا يجب أن نحترمه ونحتضنه؟ وهو يستمد موادا ويقتبس من العلوم السياسية مواد معروفة وقابلة للبرهن عليها في سياق الإنترنت وخاصة ظاهرة الاستقطاب الهيكلية والبنية التحتية التي توفرها شبكة الإنترنت تمثل هيكلية وليس المثل الديمقراطية التي تحتاج إلى الاتفاق بأنها نوع من الاتفاق. وهذا الاتفاق يقلل ويهمش الاستقطاب
وذلك استقطاب الذي تحاول أن تحتفي به السياسة وتحتفل به بدلا من الوضوح الذي كان سائدا من قبل. والتهديد هنا إن هذا النوع من الإنعزالية الذي ينتجه الإعلام الجديد ينم عن قلق، هل أننا في الحقيقة مساهمة هذه الحرية الجديدة هي مساهمة باتجاه تحسين وتطوير الديمقراطية أم لا؟ وهذا هو تهديد نشاهده في تزايد مستمر، وهذا النوع يتنافس مع نموذج الإذاعة أو الإعلام التقليدي. وعندما نقارن بين أخلاقيات وقيم النوعين القديم والحديث نرى أن الحقيقة تصبح بشكل متزايد مكونا أقل أهمية من النمط الجديد. هذه الأسئلة تهدد هذا النوع من الإعلام، هذا النوع الجديد من الإعلام، لأن تجعل الناس يقاومون قوته، لأن الخوف من أن هناك قيم مثل الدقة والحقيقة باتت تشكل هذا التهديد الأول. أما التهديد الثاني فهو ينتج من الأضرار الجانبية والمصاحبة للحروب التي تشن في الولايات المتحدة، ليس الحروب التي تشاهدونها هنا، بل هي حروب الحقوق الملكية، حروب أصحاب أو كاتبي المحتوى التي تحميهم من القرصنة. جاك فلنتي صديقي وهو يترأس نقابة الأعمال السينمائية والصور السينمائية المتحركة قال إن هناك إرهابيون في هذه الصناعة، والإرهابيون فيهم أطفالنا الذين يطورون وغيرهم أسلحة تمكن الشركات من حماية المحتوى ضد أعمال القرصنة. والتكنولوجيات التي نتحدث عنها تحاول التعرف على المحتوى سواء كان بالصوت أو بالصورة، ومن ثم تتعرف على مالكيها وأصحاب حقوق الملكية الفكرية فيها. وربما سوف تنشر هذه ضمن سياق يمكن أن يكون هناك عملية مسح في اليوتيوب لتتعرف هل أن هذا المحتوى مملوك لطرف أو شخص، وإذا ما كان كذلك فيتم إزالته بشكل تلقائي. لكن تركيز هذه التكنولوجيا هو على القرصنة لمنع استخدام هذه المواد المقرصنة. ولكن ماذا يهم إذا ما أزلنا القرصنة أم لا؟ ما يهم هذا إزاء هذا النمط الجديد من حرية الكلام والتعبير السياسي؟ ما يهم وفي صميم الموضوع هو القرصنة، لأنها في الحقيقة نوع من الرقابة، لأن التكنولوجيا ليست قادرة على التمييز متى يتم استخدام المحتوى بشكل يتنافى أو يتواءم مع قوانين الملكية الفكرية. وكون أن محتوى CNN موجود في اليوتيوب كاف لإزالته من الموقع حتى لو أن قوانين الملكية الفكرية لا تمانع ذلك. فهنا حقوق الملكية والقرصنة تستخدمان لفرض الرقابة. السؤال هو هل سيتم تبني هذه التكنولوجيا أم لا؟ لدينا أمثلة من التاريخ القديم، هذا صانع أفلام اسمه روبرت جرينوولد من الولايات المتحدة في العام 2002 أطلق هذا الفيلم الذي كشف الحقيقة حول حرب العراق، لكن أكثر من الحقيقة ظهر بعد العام 2002. في العام 2004 أراد تحديث الفيلم وأراد أن يضمن الفيلم مقطعا لدقيقة يقول فيها الرئيس أسبابه الخاصة لشن الحرب، لأنه اعتقد أن تلك الدقيقة أكثر من أي دقائق أخرى كانت تظهر الفراغ والخطأ في ما وراء القرار الأمريكي بشن الحرب على العراق. غرينوولد طلب من صاحب الملكية الفكرية ومالك ذلك الشريط وهي NBC ليضمنها في الفيلم، لكن NBC قالت له لا يمكنك ذلك. وعندما طلب وكيله توضيحا قال
إن هذا الشريط لا يطري الرئيس، فالشبكة التلفزيون هذه لا تريد أن تظهر الرئيس بصورة سيئة، لأن إذا ما فعلوا ذلك فلن يظهر معهم في برنامج في المستقبل. بات يوز طبعا في أحد أفلامه هوجم في هذه الأفلام، وأظهر الفيلم بأنه ليس متوازنا وعادلا، وأراد أن يظهر صورة من فوكس، لكن رد فوكس لم يكن أن الفيلم خطأ، قال إن الفيلم مليء بالقرصنة. إذن أي محطة إعلامية نست الحقيقة وتركز على استخدام حقوق الملكية الفكرية والقرصنة لتمنع الآخرين من بث ونشر موادهم إذا لم تكن في غير صالحهم؟ لماذا رئيس شبكة فوكس استخدم هذا؟ قال إن ذريعته أنها تعرض الصحافة للخطر. في الحقيقة إنك بعملك هذا تعارض العمل الصحفي للخطر، ويبدو أن دوافعه هنا ودوافع مثل هذه المؤسسات التلفزيونية هو أن تبقي سيطرتها على التكنولوجيا، والتكنولوجيا التي ستطور ستتيح لها ممارسة هذا النوع من السيطرة. وإذا ما كان هناك مئات من السنوات من السيطرة وثقافة السيطرة، إذا لابد أن يحاولوا أن يستمروا في ذلك، لأنهم يرون في ذيوع الحرية تهديدا لهم. الأمر الثالث هو زيادة قوة الحكومة وسيطرتها على الإنترنت والفرصة التي يمثلها ذلك للسيطرة على الإنترنت. كثيرون ينظرون إلى الإنترنت يقولون أليست السيطرة حكومية محدودة، وهم يفكرون طبعا في الإطار الجغرافي، وهذا جدل يدور منذ مدة. أنا قرأت كتابا في عام 89 حول هذه القضية والمحاججات التي موجودة هناك، جاءت في كتاب جديد وكتب جديدة التي تقول إن هناك تغيرا بطيئا في هيكلية الإنترنت يدفعها دوافع تجارية وحكومية لزيادة القدرة على التنظيم ومن ثم السيطرة عليها. جولدسميث أن وو في كتابهم وجهوا انتقادا، قالوا هذا لم يحدث ولم يكن هناك هذه الزيادة في قدرة الحكومة على التنظيم. هناك مثلا مظاهر مثل البريد غير المرغوب فيه وغير ذلك، لكن هذه الانتقادات على أي حال تشير إلى قضية هنا مفقودة وجزء مفقود، وهذا الجزء المفقود قد وفره صديق وزميل لي جوناثان زيتشان، وهو أستاذ في أوكسفورد والذي يسميه بنظرية الياء أو الحرف الزد، وهي يضع فيها نظرية كيف يمكن أن نحدث التغيرات الراديكالية في الرغبة لتغيير الإنترنت مما نعرفه عليه إلى نوع من تسهيل السيطرة الحكومية على المحتوى. وهذا يعني أنه سد الثغرة، هو يستخدم هذا التعبير. وفي هذا البوك قلت أنا أننا يجب أن نتحدث عن هذه القوى المختلفة التي تنظم العملية، السوق والقانون والأعراف والهيكلية الإنترنت. وأيضا هذا النموذج للقانون فيه تأثير كثير، لأنه يمكن أن يغير عوامل التنظيم الأخرى. أما نظرية الياء أو الزاد تضيف حقيقة بسيطة إلى هذه القصة، وهي أن الإرهاب يؤثر في القانون. في الأوضاع الحالية السياسة تدفعها المصالح الخاصة فتحدث تغييرات صغيرة، لكن الإرهاب يحدث حالة استثنائية من العمل السياسي مما ينجم عنه تغيرات كبيرة في أوقات صغيرة وقليلة.
القانون الوطني في الولايات المتحدة بعد 11 من سبتمبر أحدث تغييرات قانونية لا تتساوق مع تقاليد التشريعات وقيم القوانين الأمريكية، لكنه يفسر الأمور من منظور الإرهاب والحادي عشر من سبتمبر، فيقول إن الإرهاب سوف يحدث التغييرات نفسه. أنا لا أقصد بالإرهاب في مجال الإنترنت بنفس المفهوم العادي للإرهاب، لكن التهديدات التي تجعل من الناس خائفين في أعماقهم. هناك صورة مفرحة للإنترنت التي يتحدث أنا عنها دائما، لكن هذا نوع آخر من الإنترنت، وهو من شبكة من نهاية إلى نهاية نرى السيطرة فيها في الحافة وليس في القلب. ومحور هذه العمل هي الكمبيوترات، الأجهزة أنفسها التي يمكن أن تسيطر على أجهزة أخرى وممكن أن تدخلها في الشبكة، وهذا يعني إن الإنترنت سيمكن من سلسلة من الاختراعات والإبداعات. وتتذكرون كم منها موجود في تاريخ الإنترنت، باتكان وفينسيت، على الأقل فينس كان صغيرا في وقته، الويب اخترعه مخترع سويسري، أما الرسائل اخترعها مراهق إسرائيلي وأخذ التكنولوجيا باعها إلى مؤسسة ب400 مليون. هوتميل اخترع مهاجر هندي وباعها ب400 مليون دولار لمايكروسوفت، وياهو أيضا نجح مخترعها في تحويلها إلى اختراعات. انظر لكل هذه الاختراعات وكل هؤلاء المخترعين والمبدعين، ما هو القاسم المشترك بينهم؟ إنهم كلهم صغار السن وليس واحد فيهم أمريكي. أهم الاختراعات في تاريخنا هم ليسوا أمريكيين، وهذا ليس محض صدفة، إنه نتيجة لتصميم الإنترنت بحد ذاته، والذي يدعو الآخرين من الخارج ليخترع من أجله، ولا يشجع من يفرض السيطرة أو ما للطلب من تأثير. هذه صورة الإنترنت السعيدة تنقلنا إلى صورة أخرى، إنترنت مليئة بالبريد غير المرغوب فيه والدعايات وقرصنة وما إلى ذلك. وهذه استخدامات بنيت فوق بناء الإنترنت الإبداعي، وهي تفرز إفرازات شريرة وليس جيدة. في العام 2003 كانت هناك ترجمة حول نظام بريد إلكتروني يقبل أي محتوى وينقله، وهناك وكالة أو عمل بالوكالة، كان هناك محاولة للقيام به، لكن في خلال 10 ساعات اكتشفت، فتم إرسال رسائل إلى أكثر من 3 ملايين رسالة. فالمستخدمين اكتشفوا هذه الثغرة في غضون ساعات وأحدثوا كارهة، وفي 3 أيام تلف حوالي 500,000 جزء من خلال فيروسات وديدان أرسلت. وأيضا في خلال 15 دقيقة سيرفرات المايكروسوفت تأثرت، وأيضا أرسلت رسالة بريد إلكتروني أثرت في 22 مليون رسالة من خلال شبكة الـIOL. وهذا يعني أن هناك نمطا ممكن أن نتتبعه من خلال هذا الرسم البياني، ويظهر أن هذه الخريطة تنتهي في العام 2003، لأن في العام 2004 الحكومة المسؤولة عن العد توقفت عن العد، لأن حوادث خرق الأمن كانت منتشرة لطريقة لم يعد هناك قدرة على التمييز بينها وبين النشاط العادي في الإنترنت. لكن المعضلة هنا، لماذا هذه العدوانية وهذا الاعتداء على الآخرين بهذه الطريقة، ولماذا لم يكن مدمرا بالشكل الكافي؟ لماذا لا نرى تكنولوجيات ترمي إلى اجتثاث هذه أو إتلاف أي كمبيوتر يصيبه فيروس؟ والتفسير لذلك
إننا إذا لم يكن لدينا تفسيرات هذا يعني أننا قد نراها في يوم من الأيام، وهذا يعني أننا سوف نحتاج إلى الإرادة السياسية لجعل هذه الشبكة قادرة على التنظيم من جديد. والامتداد الطبيعي هنا هو أن البنية التحتية للسيطرة قد تترجم بسهولة إلى بنية تحتية من الرقابة تستعيد السيطرة مرة أخرى حول كيفية انتشار الرسالة، وهذا هو التهديد الثالث لكيفية لاحتمال انتشار هذه الطريقة الجديدة في نطاق الإنترنت. وأبدأت بالقول أن هذا النوع الجديد من الوسط أصبح مثاليا في الإنترنت، وعلينا أن ندافع عن الإنترنت ضد هذه التهديدات الجديدة. فالذين شاركوا منا في بناء هذه الشبكة يجب أن يحسنوها وأن يجعلوها أكثر استجابة للحقيقة والإنصاف، وربما هو كذلك الحال الآن. أما بالنسبة لحروب الآي بي، فيجب أن نصر أن من يضعون السياسات الحكومية لإيجاد توازن ورفض الطرفي المتطرفين في الفوضى، وأيضا في نظرية زي يجب أن نعد البديل أو نعد المقاومة للبديل مثل قانون الوطنية الباتريوتيك أكت، يجلس في خزائن ملفات الحكومة على استعداد وجاهزة للتصرف في الحالات اللازمة. فأي شخص يقيم هذا النوع الجديد من حرية التعبير يجب أن يفعل ذلك، وبشكل خاص أعتقد أن هذه الرسالة لها قيمة في هذه المنطقة من العالم. بشكل خاص أعتقد أن لهذه الرسالة أهمية لشركات من مثل هذه. فالاختبار النهائي لما أراه بأنه مثلنا العليا عند التأسيس هي مثل احترام حرية التعبير، هو أن منظور العالم سيسمح له في بلدي، سيكون مسموحا به في بلدي. وللفوز بهذه المعركة أعتقد أننا بحاجة لنصبح أفضل في تبني مثلنا العليا عما نحن عليه الآن، والذي أعتقد أنه يعني أن كل جزء من مضمونك يجب أن يتوفر وأن يوفر مجانا وأن يشارك بشكل غير تجاري بين الذين يبنون هذا النوع الجديد من التعبير، وأن ينقل إلى المضمون بشكل بحرية تجاريا وغير تجاريا. ولتمكيني من الوصول إلى ذلك، طبعا يمكن أن أتحدث فيما بعد عن الرخص التي تمكن المرء من القيام بذلك، وإذا تمكين من الوصول إلى كل مضمونك هنا بحيث يتوفر بشكل مجاني وبشكل حر ويكون جزءا من المحادثة. ففي الوقت الذي تقوم به شركات مثل فياكوم بمقاضات ياهو جوجل لكي تسيطر على مضمونها، فأنت تنشر رسالتك ومثلك العليا والتي هي لنا بشكل فعال أكبر، وكي تبني على وتنشر هذا الفهم بطريقة تجعل الرسالة أيضا تذكرنا بالمثل العليا التي تقف وراء هذا النوع من حرية التعبير. من التعبير سأنهي بقصة أخرى. في العشرينيات في الولايات المتحدة وفي أجزاء أخرى من العالم كان هناك وباء يسمى التهاب السحائي، التهاب الدماغ، وهذا كان يصيب مرضاه بنوع من التصلب، فكانوا يقظين لكن لم يتمكنوا من التفاعل مع أي طرف آخر. واكتشف الأطباء دواء معين يسمى الدوبا له تأثير بأن يفك تصلب هؤلاء الناس، فكانوا عندما يتناولوا الدعقار هذا يستيقظون، وكانت هذه لحظة غير عادية من العودة للحياة واحتفالا غير معتاد حول هذا الاكتشاف الغير المعتاد. بعد بضعة أشهر من تناول الدواء كان تأثيره يزول، وكان الناس يعودون إلى تلك الحالة من التصلب العضلي، فكانوا يعلقون في هذه الحالة من
الرعب المخيف. أروي هذه القصة ليس لأني أعرف شيئا عن التاريخ، أنا محامي، لكني شاهدت الفيلم، كان فيلم يسمى Awakenings أو الاستيقاظ، وكان يتحدث عن دواء وتأثيره اللاحق، لكني أعتقد أن هذا الاستيقاظ هو نموذج للنوع الخوف الذي يجب أن يكون لدينا حول كيف ستؤثر هذه التكنولوجيا ثقافتنا. فالآن ما نراه هو حالة من الاستيقاظ، ثقافة أعيد فتحها من الانغلاق وإعادة قراءة السياسة واستعادة لما أراه الصفة الحقيقية الأساسية للديمقراطية. لكن التهديد هنا هو أن هذه الجوانب من الحرية ستختفي وسيعاد القفل عليها مرة أخرى، بينما القوى التي تخاف من هذه الحرية بينما تريد المثل العليا وأن تكون أن تقاوم هذه المثل العليا. أنا أتنقل في أنحاء العالم لأتحدث عن هذا، لأني أناشد الناس في أنحاء العالم أن يساعدونا نحن في بلدي أن نتذكر هذه المثل العليا، وأن تساعدونا بأن تعيشوها بأنفسكم، فأنتم أفضل منا في القيام بذلك، أنتم قادرون على القيام بذلك، وربما على الأقل تضيفون إليها أو على الأقل أن تقوموا بها الآن. يمكنكم أن تبينوا قيمة هذه المثل العليا، مثل الحرية، بأن تمارسوها وأن تبينوا لنا التفهم والاحترام للديمقراطية الذي يأتي من نشرها في كل مكان. شكرا جزيلا. لسيج الآن سيجيب على أسئلتكم، لكن للأسف ليس لدينا سوى 15 دقيقة، لذا سأطلب منكم الاختصار في الأسئلة وستكون الأجوبة أيضا مختصرة. You have the translation, professor. Yeah. نأخذ أول سؤال. We'll take Good morning. My name is Bilal Saleh. أسعدتم صباحا. اسمي بلال صالح، لست صحفيا، أنا متخصص في التكنولوجيا، أعمل لشركة موتورولا، تحدثت إلى الكثير من شركات الإعلام لأن نساعدهم على بناء توسعة لتمكين انتشار الوسائط الإعلامية والمضمون لعدد أكبر من الجمهور باستخدام التكنولوجيا المتنقلة. ودائما يطرح سؤال، كيف يمكنني أن أدير المضمون؟ لأن هناك دائما خوف أنك عندما تفتح البوابة يصلك بعض المضمون المبتذل، فكيف يمكن أن أدير ما يوجد؟ أعرف أن التكنولوجيا في نهاية الأمر ستتطور لتتمكن من مسح المادة وما إلى ذلك وتصد المضمون غير المرغوب به، لكن هل لدي سؤال، هل تعتقد أنه في وقت ما سنصل النقطة التي يكون لدينا نظام يحكم نفسه بنفسه، وربما ويكيبيديا نظام كمثال؟ فبالمعدل لو قدم شخص من المعلومات المغلوطة سيقوم شخص آخر بإزالتها، هل تعتقد في عالم وسائط الإعلام سنصل إلى نقطة حيث نحن أنفسنا كمستهلكين للمضمون سنتفاعل مع المضمون السيء ونزيله وننظفه خلال فترة معينة مقابل ما تقدمه وسائل الإعلام الحكومية والمعتادة؟ نعم، الإجابة هي نعم، سنصل إلى تلك المرحلة، وقد وصلنا بالفعل إلى هذه الفترة في معظم المضمون الموجود. من الأمور التي تنساها شركات الإعلام أن هناك شكلا آخر من أشكال الإبداع، وهو حر من أي سيطرة، وهذه في كتابة المضمون، فأنا أكتب كتابا، فهذا الكتاب يطلع عليه أشخاص ويطلع على انتقادات بأكثر الطرق غرابة، أشخاص يريدون أن يستخدموا كلماتي لتدميري أنا نفسي أو لتحسين مهنتهم. هذه الكلمات وهذا الاستخدام لا يمكنني أنا أسيطر عليه على الإطلاق، وهذا أمر جيد لأن القانون يحمي استخدامهم لكلماتي بهذه الطريقة، ولكن في سياق المضمون بدأ الناس يدركون كيف تستخدم، أن طريقة استخدام الناس لكلماتي ليست مسؤوليتي أنا، هذه
هذه حرية الأشخاص الآخرين، فأنا لا أشعر بضرورة محو هذا المضمون. فهذا نوع من المفارقة والتناقض الذي سيكون على شركات إعلام أن تعمل معه. في الولايات المتحدة في عام 46 عندما كان هناك تفكير بسن أهم قانون المساواة تمريره في أي وقت على الإطلاق، كان الفصل ليس الفصل القانوني وإنما الفصل الاجتماعي أيضا، حيث في المطاعم كان هناك فصل بين السود والبيض. ولكن عندما قرر الكونغرس تمرير هذا القانون جاءت شهادة من أحد مالكي المطاعم في الجنوب، فقالوا أطلب أن تقبلوا دخول الأمريكيين السود في مطاعمنا، أرجو أن تجبرونا على ذلك، أجبرونا. فقالوا لماذا تريد منا إجبارك، لماذا لن تفعل ذلك طوعا؟ فقال إننا إن فعلنا ذلك طوعا فإن الآخرين سيعتقدون أننا نفعل ذلك لأننا نحب السود، فالبيض سيقاطعونا، ولكن إن فرضتم علينا أن نفعل ذلك بالقانون فهذا سيعطينا تجارة أكبر من الأمريكيين البيض والسود في مطاعمنا دون أن ندفع ثمن مقابل ذلك. فأعتقد أن هذا ما حدث لي في المضمون أيضا. في عالم مثل اليوم حيث هناك سيطرة على كل جزء من المضمون هم الذين يكونون مسؤولون، وعندما يظهر المضمون في شاشة تلفزيون ناتسية والناس يقولون ما هذا الذي فعلتموه، لكن استخدام الفيديوهات وينطبق عليه ذات القوانين التي تتعلق بالكتابة لا يعد هؤلاء الناس مسؤولون عنها. فإذا العالم سيعتاد استخدام هذا الترشيح لمعرفة من يكتب ماذا أم لا. السؤال الثاني. اسمي حلمي نعمان وأنا باحث في كلية هارفارد للقانون، وهناك مبادرة الباحثين ونعمل على عادات وتقاليد الترشيح. أن التكنولوجيا التي تعطي ديمقراطية للوصول إلى المعلومات تستخدم أيضا لكبت وللقهر. والنقطة الأخرى هي ها هي بلد في هذه المنطقة لا تقوم بمراقبة أو بترشيح أي شيء، لكن هناك رقابة ذاتية كبيرة، فالعوامل